السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. بنكمل مع بعض حل نماذج أولى إعدادي الترم الأول 2024 نماذج المعاصر المراجعة النهائية. النماذج مهمة جدا وطبقا للمواصفات. خدنا مع بعض أول خمس نماذج والنهاردة هناخد النموذج السادس. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات ونبدأ مع بعض. السؤال الأول listen and choose، استمع واختار the correct answer، الإجابة الصحيحة from A B C و D، من الأربع اختيارات هنسمع ونختار النموذج السادس. I go to school on foot because it's near. We have our lessons in the classroom. During the break I talk to my friends in the playground. During the break يبقى نلاحظ حاجة. لما جه اسمع نص الاستماع هو قال لي أول حاجة I go to school on foot، بذهب للمدرسة سيرا على الأقدام، ثم قال لي because it's near لأنها قريبة، يبقى قال لي إجابة السؤال الأول ثم إجابة السؤال الرابع my school is near، فلازم أكون مركز. ثم قال لي we have lessons in the classroom، بناخد الحصص في الفصل. ثم قال لي إجابة السؤال الثالث، ثم قال لي I talk to my friends in the playground، أنا بكلم أصدقائي فين؟ في الملعب أثناء الفسحة، يبقى during the break. يبقى يا مستر في مشكلة، لما أجي أسمع مش بلحق أحل، طب أعمل إيه؟ اقرأ الأول الجمل والاختيارات، فلما تسمع تكون محدد أنت مثلا هتقول أنا بروح بإيه؟ ثم مدرستي إيه؟ يبقى الأفضل قبل ما يجي المستر ويقول لك نص الاستماع أكون قاري إيه؟ الجمل كويس ومركز عشان لما يجي يجاوب لو الاجابات مش بالترتيب اكون انا فاهم الفكره. السؤال الثاني محادثه. وائل از بلاينج تشيس اونلاين، وائل بيلعب تشيس على الانترنت، بيلعب شطرنج. الجمله دي مهمه جدا 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 عشان بتساعدني اجاوب المحادثه. باسل وائل، باسل بيقول ايه؟ وات ار يو دوينج وائل، بتعمل ايه يا وائل؟ هاخدها من فوق هقول له اي ام بلاينج تشيس. وائل هتبقى اي ام عشان هتكلم بقى عن، هو بيتكلم عن نفسه، اي ام بلاينج تشيس اونلاين. قال له سؤال اجابته اي ام بلاينج تشيس ويز جون، بلعب تشيس مع جون. ليها سؤالين ممكن اقول له ويز هوم، مع من، واسكت كده مع مين، او زي ما الطلبه بيقولوا هو ار يو، هو وايام تحول لار يو، هو ار يو بلينج تشيس ويز، بتلعب شطرنج مع مين؟ مع جون. قال له جون سؤال هي از ماي انجلش فريند، هو صديقي الانجليزي، يبقى هو از جون، من هو؟ علامه تعجب، مين ده؟ قال له صديقي الانجليزي. قال له دو يو اولويز بلاي تشيس اونلاين؟ هقول له يس. هل دائما بتلعب شطرنج؟ يس او يس اي دو، يس اي هاف ماني فريندز، عندي اصدقاء كتير، عندي اصدقاء كتير. دو يو اولسو تشات ويز يور اونلاين فريندز؟ هقول له يس او يس اي دو، بتعمل دردشه معاهم؟ ايوه. السؤال التالت قطع عليه اسئله. ماي نيم از لاميا، اسمي لاميا، اي ام 9 ييرز اولد، عندي 9 سنين. اي ليف ان اسوان، انا بعيش في اسوان. ويز ماي فاميلي، مع عيلتي. My parents are teachers. My parents are my father and my mother. أبي وأمي مدرسون. My brother علي، أخي علي، is 13 years old، عنده 13 سنة. And خالد is 9، وخالد عنده 9. I play music، أنا بعزف موسيقى. With my brothers، مع أخواتي. علي plays football at school، علي بيلعب كرة قدم في المدرسة. And he watches football matches، وبيشاهد مباريات كرة القدم. on TV على التلفاز. خالد goes swimming every Friday، يذهب خالد للسباحة كل جمعة. there is a swimming pool، في حمام سباحة. near our house، هنا near بمعنى قريب، هيسألني في معناها في عكسها، جنب بيتنا. my best friend is ايه، أفضل صديقة ليا ايه. we play basketball، بنلعب كرة سلة. at school، في المدرسة. and we're both، وكلانا in the school team، في فريق المدرسة. our team is very good، فريقنا جيد جدا. Our team is very good. أسئلة القطعة
النوع الأول تشوز اختار. The swimming pool isn't. هو قال لي في القطعة حمام السباحة هو قريب من بيتنا. يبقى هنا قال لي isn't ليس. هتبقى isn't far from the house مش بعيد. خلي بالنا من النفي. يبقى قريب ليس بعيد. هنا the underline word both. كلمة كلانا كانت في آخر القطعة لما كانت بتتكلم وتقول لميا إن آية صديقتي المفضلة بنلعب كرة سلة في المدرسة. يبقى عايد علي على لميا أند آية. لميا أند آية. The underline word near is the opposite. هنا عايز كلمة near عكسها. near قريب عكسها far برضو بعيد. فخلي بالنا من عكس الكلمة قريب عكسها بعيد. النوع التاني من الأسئلة answer أجبة. give a suitable title for the passage. ادي عنوان مناسب للقطعة. احنا اتكلمنا عن لميا وابوها وامها واخواتها وزميلتها. يبقى ممكن نقول everything كل شيء. everything about لميا. Who is older؟ مين أكبر سنا؟ لميا ولا علي؟ وقال لي لميا عندها 9 سنين وعلي عنده 13. يبقى مين اللي أكبر؟ علي أكيد. علي is older than لميا. Do you think لميا's family is happy؟ هل تعتقد إن عيلة لميا سعيدة؟ هقول yes. I think so. why ولا why not؟ طبعا ليه بقى؟ لو قلت لا كنت اقول لا ليه. يبقى ليه؟ because everyone عشان كل واحد can do their hobbies. كل واحد ممكن يعمل هواياته. لاحظ ان everyone لما عوض ضمير بعوض ضمير بزي او زير. هنا صفة ملكية زير. السؤال الرابع شوز اختار. سلمى نقط استوري يسترداي. يسترداي ده ماضي. تبقى روت على طول. يو ميك نويز ان ذا سكول لايبراري. يو شودنت. المفروض ما تعملش دوشة في مكتبة المدرسة. ستوب. ستوب يجراها ان جي. ستوب ايتينج. توقف عن اكل. ان هيلثي فود. اوعى تاكل الاطعمة الغير صحية. ما ينفعش ستوب تو ايت. هنا توقف لكي تأكل أطعمة غير صحية ولا توقف عن أكل. يبقى ستوب هنا جاي وراء إنجي يتوقف عن فعل شيء. وين إز روم إت ذا توب أوف هاوس. يبقى أتك الصندلة هي حجرة في أعلى المنزل. بيبي بيرد الطائر الصغير إز فيري ويك ضعيف جدا. إت كانت فلاي مش قادر يطير. ثم نكمل الاختيارات. يو كان فايند أ لوت أوف بوكس. تستطيع أن تجد الكثير من الكتب. at the library في المكتبة. not is not a cooking verb. انا واحد من الاربعة دول مش فعل طبخ. sweep يكنس ده طبعا مش طبخ. boil يغلي صح بيغلي مثلا المكرونة. stir يقلب add كل ده طبخ لكن sweep لا. meat is the main نقط in طاجن الملوك. is the main ingredient اللحمة هي المكون الاساسي في وجبة الطاجن في المغرب. محمد صلاح نقط a lot of goals يبقى scores يحرز الكثير من الأهداف. نمبر 10 computers and mobile phones. الكمبيوترات والموبايلات are examples of new technology. هي أمثلة للتكنولوجيا الجديدة. examples of new technology. السؤال الخامس صح الخطأ. مريم likes English. مريم بتحب الإنجليزي. so she never reads English stories. ولذلك هي لا تقرأ قصة إنجليزية أبدا ولا she always. لا هي دايما تقرأ. هو لابتوب. لا هوز لابتوب. ملك من هذا اللاب. it's mine ملكي او ذاك اللاب ملكي. we went to the theater. رحنا الى المسرح. هتبقى last week الاسبوع اللي فات. can you be your mother. can you jump. اشيل ing. السؤال السادس والاخير هنا جايب لي how to keep safe online. كيف تبقى بأمان على الانترنت. في نفس مذكرة ومذكرة المعاصر المراجعة النهائية لو فتحنا صفحة 16 هتلاقوا باراجراف على how to keep safe. هنقروه مع بعض. هتحملوا المذكرة عادي من صندوق الوصف. هتلاقوا في صفحة 16 أو how to keep safe online. كيف تبقى بأمان على الانترنت. هنا جاب لي العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص. ساب مسافة في أول سطر وقال لي when you are
أونلاين، عندما تكون على الإنترنت you need to follow some rules، عمل مقدمة، محتاج تتبع بعض القواعد to stay safe، أن تبقى بأمان. وبعد كده بقى من أول السطر عادي. أول حاجة keep your password secret، خلي الباسورد رقم السري سر يا مستر، ما رقمش اوعى ترقم، تكتبش 1 2 3، لا ده باراجراف عادي، اخلص اكمل عادي. don't make friends، ما تكونش صداقات with people you don't know online، مع ناس ما تعرفهمش على النت. don't tell people، ما تقولش الناس your personal information، معلوماتك الشخصيه. don't send photos، ما تبعتش صور to people you don't know، لناس ما تعرفهاش. if you are worried about something، لو انت قلقان عن شيء tell a parent، قول لباباك او مامتك or a teacher او للمدرس حتى. don't answer a phone call، ما تردش على مكالمة تليفون or a video call او مكالمة فيديو from people، من ناس you don't know، ما تعرفهمش. you must be very careful، يجب ان تكون حريص with using modern technology، عند استخدام التكنولوجيا الحديثة. يبقى العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص، سيبنا مسافة في أول سطر، الحرف الأول كابيتال في نهاية كل جملة فول ستوب. وبكده يبقى خلصت النموذج السادس لنماذج أولى إعدادي، المراجعة النهائية الترم الأول. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.